دعت وزارة النقل جميع وكالات السفر المعتمدة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية للانتقال إلى العاصمة عدن والمحافظات المحررة لمزاولة نشاطها. وأكدت الوزارة في تعميم صادر عنها أنها وجهت شركة الخطوط الجوية اليمنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لتقديم كافة التسهيلات لوكالات السفر في المحافظات المحررة دون تمييز أو استثناء، وذلك انطلاقا من حرصها الشديد على مصالح جميع وكالات السفر في جميع أنحاء البلاد.